مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحبابكم عشر حباب كل اللي بيتابعنا على شاشه قناه الشروق الفضائيه، وحباب كل ضيوفنا الاحباب اللي احنا بنرحب بهم من خلال ظلال الاصيل لهذا اليوم. خلونا مع بعض نقعد ونتونس ونتفاكر، وخلونا نغني مع بعض وندخل في كثير من التفاصيل. البيوت السودانيه بجمالها، يمكن يوم طويل ومليان بكثير من الاحداث، وكلنا بنكون عشنا فيه تفاصيل مختلفه، وان الاوان لانه نقعد في البيت ونقعد مع بعض ونتونس ونتآنس ونتفاكر في تفاصيل يومنا. أحلام بنتمناها إنها تتحقق، آمال بنتمنى إنها هي تمشي في طريقها للتحقق، وكثير كثير كثير من التفاصيل السمحة اللي بنكون عشناها خلال اليوم. وبرضو ما ننسى إنه في زي ما في الحياة دي في حاجات حلوة، برضو في حاجات ممكن تكون هي بتمر علينا بتسبب لنا شيء من الحزن ومن الألم، لكن بالضرورة إنه نتجاوز أحزاننا عشان نقدر نمشي لبكرة ونحن كلنا أمل وكلنا تفاؤل ومليانين بالحياة ومليانين بالروح الحلوة. الأسر السودانية تعودت في كل أمسياتها بأنها بتتلمى حولين بعض، بتقعد بتتونس. زمان كان عندنا شاي المغربية، واحد من التفاصيل الحلوة شديد اللي بنحبها في بيوتنا واللي بنحرص جدا إنها هي تكون موجودة في كل بيت سوداني، وبتفاصيله اللي بيبقى فيه زلابيا والبسكويت ولمة الأهل والأسرة والأحباب معانا وحوالينا، واللي بيكون فيها كثير من الطرح وكثير من النقاش، وفي قرارات مهمة جدا بتطلع من خلال شاي المغربية. الكلام ده ما بيختلف من مكان لآخر، لكن لكل منطقة في السودان طقوسها وتفاصيلها. رأيكم شنو نمشي كردفان نهديكم لحن البداية؟ زولي هوي. We'll be right back.
اخذني سولي هوي سولي هوي سولي اللي اخذني شفت باخذني شوق فوق زاد يظن اصبر فات بلمي عاد وش في السواد اسامي النجوم امي البقالي